كمامات الفم غير الطبية في النقل العام. شيئان مسبقاً، كمامات فم محل العقاقير التي تستخدم لمرة واحدة ثم ترمى، وكمامات الفم المصنوعة من قبل الأشخاص من القماش. ليس من المفروض استخدام كمامات الفم الطبية، وهي مخصصة فقط للأشخاص العاملين في الرعاية، وتتعرف عليها عن طريق علامة CA أو ادعاء طبي مثل مخصصة للاستخدام الطبي. خذ معك كمامتين فم في كيس، واحدة لرحلة الذهاب والأخرى لرحلة الإياب. احتفظ بكمامتي الفم النظيفة والمستعملة كل لوحدها في كيسين مختلفين. الخطوة الأولى، اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل ارتداء الكمامة. الخطوة الثانية، ارتدي كمامة الفم قبل بضعة دقائق من الركوب. يسمح لك بلمس المطاط أو الشريط عند الارتداء. احرص على أن تكون كمامة الفم موضوعة بشكل جيد على أنفك وفمك وحنكك. الخطوة الثالثة، لا تلمس كمامة الفم بعد الارتداء بيديك. لا تنزل كمامة الفم إلى الأسفل ولا ترفعها إلى الأعلى لغرض الأكل والشرب والتحدث. لا تستخدم كمامة الفم إن كانت رطبة. استخدم عندئذ كمامة فم جديدة. الخطوة الرابعة، اخلع كمامة الفم فقط بعد النزول. أمسك المطاط أو الشريط فقط. ارمي كمامة الفم مباشرة في حاوية القمامة أو مع قمامة المخلفات، أو احتفظ بها في كيس منفصل مغلق حتى تستطيع رميها. ضع كمامات الفم المصنوعة من قبلك في كيس مغلق لغسلها في المنزل. الخطوة الخامسة، اغسل يديك دائما عند الوصول إلى المنزل أو إلى مكان آخر بالماء والصابون. الخطوة السادسة، يمكنك غسل كمامات الفم المصنوعة من قبلك في الغسالة بدرجة 60. اختر البرنامج الطويل. اغسل يديك بعد وضعك لكمامة الفم في الغسالة قبل إخراجها منها. يمكننا السيطرة على كورونا سوية فقط.